تهديدات كبيرة داخل غرف ما كانتش منظورة، ما كانتش منظورة لدى الناس، ولكن بإذن الله هذا كله حننشره من خلال مؤتمر صحفي. يا بوتي نحن ليش ما نقول فيها مليون مرة، أنتم يا جماعة التواصل ويا ناس ويا اللي همتكم الكورة، ليش ما تقولوا اتحاد الكورة اللي ما عندهاش مقر إلى الآن، ما عندهاش مقر، ما عندهاش مكتب، ما عندهاش مقر يشتغل فيه، لجنة المسابقات تنقل من مكان لمكان، إن كانت تنقلت قالت في نادي يحسبوا على نادي، لجنة الطعون تنقل من مكان لمكان، ما عندناش مكتب حتى للمدير الفني اللي حتى نجيبوه جديد، ما فيش مكتب، ما فيش مكتب لاتحاد الكورة، ليش ما تكلموش ولا قرشة قاعدين إلى الآن في تواصل يقول لك الميزانية الميزانية الميزانية، أو وعدنا تو السيد وزير الشباب والرياضة إن شاء الله بخير، ولا قرش، وعدنا رئيس الوزراء بمقر، ولا صار مقر، ولا صار شيء، نحن في أشياء واجدة. ما نبوش نقولوا والله نزيدوا الهم، همينا على الشعب الليبي اللي نحن رانا مواطنين كيف كيف، سواء في ضي ولا في ميه، لكن لا نملك شيء، لا نملك الا حتى الاجتماعات اللي نديروا فيهن راه نجيبوا فيهن باش نقول لك نحن مستضيفينهم بالكامل على حسابنا في المرجع، خلينا نكون واقع معك. بدل ما يخدم برا مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي والاتحاد العربي ولا كذا، يقعد يحل في مشاكل حكم، مدرب، ملعب، حكم انضرب، حكم كذا، خلاص حتى الضرب ما عادش يبان في العالم، ما عادش نسمع فيها ان حكم ينضرب في ملعب الا في ليبيا، ما عادش نسمع فيها مراقب ولا ملعب يسكر الا في ليبيا، ما عادش نسمع فيها جمهور يدخلوا جوا وياثروا ويخوفوا في حكام، ما عادش نسمع فيها ناس يخشوا معاهم في غرف، وهذا للانديه كلها بدون استثناء. في بعض الناس ترجع فينا لا والله معروفه، يعني خلينا نقول لك من ايام تم حسيت انتخابات من انتخابات ما عادش فضت، يعني حتى اللي تعارك ما انتهى المشكله، انتهى المشكله وانتهى خلاص، يعني مش ولكن حتى احنا مستمرين، احنا حقنا ندافعوا على بعضنا، دافعين 250 الف للجنه والله يلموا فيها من لامه 250 الف جنيه ليبي، ودافعين على محامي يجروا ورا محامي يجروا مش عارف من، وطالع وكشوفات وتوقيعات وشلمان يوقع وهذا يوقع، قصه مع شرطه هي ولا شو القصه اللي مع شرطه؟ الدوري حيمشي، انا اقول لك حيمشي، ما انا حيمشي، انا قلت البارح لو نمسك رجل مسابقات وروح حيمشي الدوري كامل، الدوري حيكمل، اما ان احنا نقدر نعطلوا سبب ناس معطلين باش يخربوا علينا ويعطلوا الكوره ويعطلوا البنيه التحتيه الكامله بتاعنا. انا مسؤول امام الناس، انا قلتها كم من مره، انا مسؤول امام كل لجان ما ضغطتش على حد ولا كلمت حد ولا اثرت على حد، ولا يقول الاتحاد الشنماني والاتحاد فيه 11 عضو مكتب تنفيذي منتخبين من انديه موجودين قرارهم واحد، هناك اللجان هذه المسؤوله اللي يقول تدخل يطلع يتكلموا، ما يقعدوش يجاملوا من بعيد ودخلوا وضغطوا، انت تضغطوا عليه ليش قاعد ليش قاعد ليش قاعد، انا اضغط عليه واحد نطلع سيء. انا نتمنى انهم يكونوا موجودين ويكونوا معاهم موجود رئيس لجنه المسابقات على اليمين ورئيس الاستئناف يوضحوا للناس، وريني مباراه ليش عقبتني، ها هي بالنقطه كذا بكذا، وريني تقرير الحكم، ها تقرير الحكم، وريني تقرير المراقب، ها تقرير المراقب، ضربه تعتدي عليه وتقول تلزز فيه بحيط وتلزز فيه بكذا وتجري وراه، شو مش حيوان، هو بشر، ولد عائله، ولد ناس، ولد كذا، شو العقليه والثقافه بتاع الناس اللي عندهم توا؟ ما شيء عمرك وريته في العالم، خاطي في ليبيا، انا اللي ما تفرجش على دوريات، ما نحك في نادي بعد 20 سنه في افريقيا، توصلوه بما هو حتى بدون منتج للناس، لان انا ما خافش الا الله، ما نخشش الا الله، بدون بالكبيره الصغيره، واللي درت له حاجه ولا ظلمته ولا لقيني مع كذا ولا حط في بطني ولا في جيبي يطلع يقول، مش هم اللي يقولوا حسبي الله ونعم، انا اللي نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، انت اللي تكتبوا واللي تكلموا واللي ظالمين، وحنشوفوا في من يتبنى الحسب هذا اللي يقولوا فيه، طالعين في النت وحسبنا الله وشلماني وحسبنا الله مش عارف مان، تو شوفوا حسبنا عنا، حتى انا نخاف والله، ورانا ناس ورانا عيال ورانا دوري ورانا